طاقة الجيوحرارية. تعتبر الطاقة الحرارية من الصور الأساسية للطاقة التي يمكن أن تتحول إليها كل مظاهر الطاقة. ولا تتوفر الطاقة الحرارية بصورة مباشرة في الطبيعة إلا في مصادر الحرارة الجوفية، وهي طاقة هائلة. طاقة قادرة على توليد كمية هائلة من الطاقة النظيفة باستخدام المياه أو أي سائل مناسب. إذا تمكنا من استغلال جزء يسير من هذه الطاقات، لن يحتاج العالم إلى البترول أو الغاز أو أي مصدر آخر للطاقة. في التقارير العلمية الحديثة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تبين أن 13,000 زيتا جول من الطاقة الحرارية متاحة في الأرض حالياً. يمكن الوصول إلى 2000 زيتا جول منها بسهولة عبر التكنولوجيا المتطورة. إجمالي استهلاك البشر على كوكب الأرض هو نصف زيتا جول في السنة فقط. هذا يعني أن 4,000 عام من الطاقة الحرارية الأرضية يمكن حصادها عبر هذه الوسيلة فقط بإمكاناتنا المتاحة. نظرياً، وبقليلاً من التطور في استخراج هذه الطاقة المتجددة، يمكن أن تكفي لتغطية حاجة العالم من الطاقة لمدة 100,000 عام قادم. إلا أن تحويلها إلى طاقة كهربائية عملية مكلفة بسبب عمليات الحفر إلى أعماق سحيقة والحاجة إلى أنابيب كثيرة لتدوير السوائل الساخنة بالكميات الوفيرة. مع أن الطاقة الأساسية، المادة الأولية، مجانية ومتوفرة بكثرة، لكن تحتاج إلى مزيد من الجهد للحصول عليها. وإذا كانت حرارة الأرض متجددة باستمرار، فإن هذه الطاقة لا حدود لها. إذن الطاقة الحرارية الأرضية هي مصدر طاقة بديل نظيف ومتجدد. وهي طاقة حرارية مرتفعة ذات منشأ طبيعي مختزنة في الصهارة في باطن الأرض، حيث يقدر أن أكثر من 99% من كتلة الكرة الأرضية عبارة عن صخور تتجاوز حرارتها 1000 درجة مئوية. من أين تأتي الحرارة الأرضية؟ تأتي طاقة حرارة الأرض من لب الكرة الأرضية. اللب المنصهر للأرض يحوي كثيراً من الطاقة على شكل حرارة. تتحرك هذه الحرارة من باطن الأرض باتجاه السطح. في طريقها تذيب الصخور مكونة بذلك الماجما. وإذا ما وصلت الماجما إلى السطح تصبح حمماً وأشكالاً بركانية. ترتفع درجة الحرارة بزيادة تعمقنا في جوف الأرض بمعدل نحو درجتين مئويتين وسبعة بالعشرة من الدرجة المئوية لكل 100 متر في العمق، أي إنها تصل إلى معدل 27 درجة مئوية على عمق كيلومتر واحد. ويستفاد من هذه الطاقة الحرارية بشكل أساسي في توليد الكهرباء، ويتطلب ذلك حفر أنابيب كثيرة إلى أعماق سحيقة قد تصل إلى نحو 5 كيلومترات. وفي بعض الأحيان تستخدم المياه الساخنة للتدفئة عندما تكون الحرارة قريبة من سطح الأرض، ونجدها على عمق 150 متراً أو أحياناً في مناطق معينة على صورة ينابيع حارة تصل إلى سطح الأرض. الطاقة الجيوحرارية عبر التاريخ. الأرض التي نمشي عليها تحوي كمية كبيرة من النشاط على هيئة حرارة. كل النشاط الجوفي لديه القدرة على توليد الطاقة الحرارية الجوفية لتوفير كميات كبيرة من الكهرباء. وقد استخدم الإنسان النشاط الحراري الجوفي على شكل ينابيع الماء الحارة لعدة قرون. بيد أن المحاولة الأولى لتوليد الطاقة الكهربائية عبر ذلك المصدر لم يحدث حتى القرن العشرين. منذ القديم كانت الينابيع تجذب الناس من أجل الطبخ والاستحمام، وتجذبهم كأماكن للقاء. وقد خلف الهنود القدماء في أمريكا الشمالية آثاراً لزياراتهم إلى الينابيع الساخنة، كما نعم اليابانيون بالدفء من الينابيع الساخنة منذ قرون.
كان يعتقد أن الماء الساخن يعزز من صحة الإنسان. تطورت منتجعات الصحة الحديثة من خلال الإيمان بفوائد تلك الحمامات القديمة. التسخين المباشر بالحرارة الأرضية كان معروفاً عند شعب بومباي في إيطاليا. كانت مياه الينابيع الساخنة تستخدم في تدفئة المباني. أما الرومان القدماء فقد بنوا حمامات مشتركة تغذيها الينابيع الساخنة الطبيعية. تمتع الرومان بالكثير من وسائل الراحة، ولم تكن حياتهم تختلف عن حياتنا كثيرا. الحمامات الرومانية الضخمة كانت مخصصة للاستمتاع بالمياه الساخنة. كان بإمكان المواطن أن يرفه عن نفسه بحمام ساخن أو تدليك للاسترخاء. أحد أجمل الحمامات الرومانية التي صمدت حتى يومنا هذا في مدينة الحمامات الرومانية جنوب إنجلترا، والمعروفة للرومان باسم أكوا سوليس. هذا الحمام مميز لأنه يظهر مدى تميز الرومان في السباكة وفي استغلال طاقة الأرض الحرارية. بني الحمام على موقع يحتوي على نبع طبيعي للمياه الساخنة. تتدفق المياه بدرجة حرارة تقدر بخمسين درجة مئوية. الرومان أول من تحكموا في مياه هذا النبع الساخن. علم المهندسون الرومان أنهم إذا ما تحكموا بمياه الآتية من النبع الحار، فإنه يمكن استخدامه في حمام رائع تزوده الطبيعة بالحرارة. لم يتعد عمق الحمام المتر ونصف المتر، وعند أطرافه الأربع درجات. كما كان يحيط به عدد من المقاعد للمستحمين، لكنه لم يكن مكاناً للاسترخاء فقط، فقد كان الرومان يتجمعون فيه. لابد أن الرومان كانوا يفهمون الطاقة الحرارية جيداً، لأنهم استغلوها بشكل فعال جداً. أما أول نظام حديث في استخدام التسخين بالحرارة الأرضية، فقد كان في الولايات المتحدة، في المدينة الغربية بويس بولاية إيداهو. بدأ الحفر في آبار الحرارة الأرضية في عام 1890، وفي عام 1892 كانت بويس مقاطعة تستخدم التسخين الحراري الأرضي في مبانيها. في الرابع من يوليو من عام 1904، قامت مجموعة بقيادة ألبيرو جينوري كونتي بتطوير طريقة لاستخدام البخار من المنافذ البركانية المحلية من أجل تحريك توربينات وتشغيل مولد. وفي عام 1950، قامت حكومة نيوزيلندا بدراسة احتمالية استخدام حقل الحرارة الأرضية ويراكي من أجل توليد الطاقة. ويحتوي هذا الحقل على ينابيع حارة ومنافذ بركانية وبركا طينية. يعد معمل الطاقة الحرارية الأرضية ويراكي ثاني معمل في العالم، وافتتح في عام 1958. منذ عام 2000 تضاعف توليد الطاقة بالحرارة الأرضية 3 مرات في فرنسا وروسيا وكينيا. دول عديدة مثل الفلبين وآيلند والسلفادور تنتج معدل 25% من طاقتها من مصادر الحرارة الأرضية، في حين تنتج التبت 30% من حاجتها للطاقة بهذه الطريقة. أعلن خبراء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن الولايات المتحدة يمكنها التخلص من اعتمادها على أنواع الوقود الأحفوري المحروقات من خلال حفر المزيد من الآبار الجوفية للاستفادة من الحرارة الكامنة لجوف الأرض. يوجد لدى سويسرا 50,000 وحدة من المرافق الصغيرة لاستغلال الطاقة الحرارية الجوفية. تقوم بتزويد المنازل والشقق والمكاتب والفنادق بالحرارة والطاقة، وهي أعلى نسبة كثافة لمنشآت جيوثيرمال في العالم، إلا أنه لا توجد حتى الآن محطات لإنتاج هذا النوع من الطاقة. في عام 2008 بلغت استثمارات المكتب الفيدرالي لشؤون الطاقة في مجال الطاقة الحرارية الجوفية 1.5 مليون فرنك، أي ما يعادل 12% من ميزانية الطاقة المتجددة.
في عام 2008 بلغت نسبة ما توفره الطاقة الحرارية الجوفية 1% من الطاقة العالمية. استخدام تكنولوجيا الطاقة الحرارية. تستخدم الطاقة الحرارية المختزنة في باطن الأرض لتسخين الماء، أو تستخدم لتسخين سائل آخر حتى يغلو بخاراً، ومن ثم يمكن استخدامه مصدراً حرارياً للأغراض المنزلية، أو تستخدم في الصناعة أو لتوليد الطاقة الكهربائية. يضخ الماء عبر أنابيب إلى طبقات تحت سطح الأرض، حيث درجة الحرارة مرتفعة لقربها من الكتلة الساخنة في باطن الأرض. ترتفع درجة حرارة هذا السائل، ويمكن أن يتحول إلى بخار يمكن استخدامه في التدفئة المنزلية وفي الصناعة وفي توليد الطاقة الكهربائية بوساطة عنفات مناسبة. كفاءة استغلال الطاقة الحرارية الباطنية في توليد الطاقة الكهربائية تعتمد على درجة الحرارة. يسهل وجود الينابيع الحارة استغلال هذه الطاقة الباطنية بسعر زهيد. إن لم توجد الينابيع الحارة، فيمكن الحفر بالأنابيب بحيث يضخ الماء من أعلى في أنابيب، فيكتسب الماء الحرارة من الصخور والطبقات الأرضية الساخنة. وتقوم مضخات مركبة على أنابيب أخرى حولها بسحب الماء الساخن إلى الأعلى لاستغلاله، وتسمى تلك الطريقة المتبعة في بعض المناطق الأوروبية بالطاقة الحرارية للصخور الجيولوجية الساخنة، وتسمى في أمريكا الشمالية أنظمة حرارة الطبقات الجيولوجية المحفزة. تتيح فرص استغلال تلك الطرق استفادة وفيرة مقارنة بالاستفادة من الينابيع الحارة الطبيعية. إن إنتاج الكهرباء من مصادر النشاط الجوفي يمكن أن يكون مصدراً فعالاً وقوياً جداً وطريقة صالحة للاستعمال، إلا أن الموقع هو المفتاح للحصول على محطة تزويد فعالة للطاقة الحرارية الجوفية. وعلى مستوى العالم هناك أماكن عديدة يمكنها إنتاج كهرباء عبر الطاقة الحرارية الجوفية، وكنتيجة لذلك فإنه حتى عام 2007 أقل من 1% فقط من إمدادات الكهرباء يأتي من الطاقة الحرارية الأرضية. ولتسخير ذلك النشاط الجوفي على النحو السليم وتحويله إلى كهرباء، يجب استخدام محطات الطاقة الحرارية الجوفية بتصاميم متنوعة. تجربة سويسرا. اهتمام متزايد بمشاريع الطاقة الحرارية الجوفية في سويسرا. في جنيف بسويسرا العمل قائم على قدم وساق في مشروع جيوثيرمال. هذا المشروع يهدف إلى استخراج الطاقة من الطاقة الحرارية الكامنة في باطن الأرض. ومن المؤمل أن يغطي هذا المشروع احتياج آلاف المساكن من الطاقة الحرارية والكهربائية. سبقه مشروع المنجم الحراري في بازل، وهو المشروع الذي تم تعطيله عام 2007 على إثر سلسلة من الزلازل الخفيفة التي نتجت بسبب أعمال الحفر. ومع فشل طموحات مشروع المنجم الحراري، إلا أن كانتونات سويسرية أخرى أبدت اهتماماً بنظام الطاقة الجيوثيرمال المعتمد على الطاقة الحرارية الجوفية. وبحسب الخطة فإنه سيتم بحلول عام 2020 تزويد أكثر من 10,000 مسكن جديداً في منطقة توني ومناطق جنوب شرق جنيف بالطاقة الكهربائية والحرارية الجوفية. على أن تكون الطاقة الجوفية هي التي تسد حاجة المنطقة الجديدة بكاملها. وبدلاً من استخدام المياه الجوفية، فإنه يتم ضخ كميات من المياه إلى أعماق الأرض عن طريق إحدى الآبار المحفورة كي تتخلل بين الطبقات الصخرية لتسخن وتكتسب أكبر طاقة حرارية ممكنة قبل أن يتم ضخها إلى الخارج عبر فوهات بؤر أخرى. حين يصل الماء الساخن إلى سطح الأرض تكون درجة حرارته من 160 درجة مئوية إلى 200 درجة، وعندها يقوم بتشغيل التوربينات البخارية المتصلة بمولدات لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وهذا هو نفس المبدأ الذي قام على أساسه مشروع بازل. مشروع جيسرز. يعد مشروع جيسرز أكبر محطة للطاقة الحرارية الجوفية في العالم. يقع في جيسرز، أي منطقة في الولايات المتحدة الأمريكية استخدم فقط 175 ميجا وات من الطاقة الحرارية الأرضية، لكنها في الوقت الحالي وصلت إلى أكثر من 5000 ميجا وات، وهي كمية في تزايد، وأكثر من نصف تلك الكمية يستخدم فقط في ولاية كاليفورنيا. أما الكمية الباقية فهي من نصيب ولايات أريزونا وواشنطن وداكوتا الشمالية وكولورادو ونيفادا ويوتا وأوريغون. وعادة ما يتطلب بناء محطة الطاقة الحرارية الأرضية وقتا أطول من غيرها من محطات الطاقة البديلة كطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية. لذلك فمن الضروري حدوث بعض التغييرات لتحقيق النمو، وتحتاج الحكومات إلى تخفيض الوقت اللازم لإنهاء عمليات التأجير والترخيص. المستقبل يحمل لنا الكثير من المفاجآت، فالطاقة التي نحتاجها هي تحت أقدامنا، وما علينا إلا القليل من السعي لاستخراجها مجاناً.